أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن القطاع الخاص مدعو إلى استغلال الفرص الاستثمارية المحفزة في المملكة وإقامة المشاريع التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخدم توجهات الحكومة الاقتصادية من جهة وتدعم سعيها لتوفير فرص العمل والتدريب أمام المواطنين من جهة أخرى. وحث سموه القطاع الخاص على المبادرة ليكون المستفيد الأول من الريادة التجارية البحرينية وموقعها ومكانتها العالمية، وأن يعزز تعاونه مع الجهات المعنية لضمان ديمومة هذه الريادة والتقدم. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة بحضور السيد خالد بن عبد الرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من رجال الأعمال. وخلال اللقاء أبدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتماما بالغا بملاحظات رجال الأعمال فيما يخص بعض الإجراءات التي تتعلق بالاستثمار وتشجع على تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة لتكون البحرين جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي. وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تهيئة الأجواء التي تحفز القطاع الاقتصادي وتذلل كافة العقبات أمامه ليقوم بدوره المؤمل في خدمة الاقتصاد الوطني. وأبدى سموه ترحيب الحكومة بملاحظات القطاع التجاري لتوسيع دائرة مشاركته في النشاط الاستثماري واستعدادها لتذليل كافة المعوقات التي تعتري طريق الاستثمار في المملكة.